السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كله بخير. رجعت لكم فيديو جديد، واليوم الفيديو شرح لمحافظة ديالى. خلونا نبدي. بسم الله. الموقع الجغرافي، اين تقع محافظة ديالى؟ تقع محافظة ديالى في القسم الاوسط من شرق العراق. اين تقع؟ في القسم الاوسط من شرق العراق. يعني وين هذا؟ هنا، شمال، جنوب، شرق، غرب. هي وين تقع؟ في القسم الأوسط، يعني هنا وسط شرق العراق. هسه عرفنا موقعها، راح نعرف التضاريس. التضاريس: لقد كان لشكل محافظة ديالى والقريب من الشكل الطولي دورا في تنوع التضاريس أو مظاهر السطح. شنو سبب تنوع مظاهر السطح؟ هو شكلها الطولي، وتنقسم إلى قسمين رئيسيين، هما المنطقة المتموجة والسهل الرسوبي. المنطقة المتموجة والسهل الرسوبي. المنطقة المتموجة وتقع في الأقسام الشمالية والشمالية الشرقية من المحافظة. وين تقع؟ في الأقسام الشمالية، يعني هنا في الأقسام الشمالية والشمالية الشرقية من المحافظة. ها شوفوا تضاريس المنطقة المتموجة. وتعد تلال حمرين أهم تلك المظاهر. منو أهم تلك المظاهر في المنطقة المتموجة في محافظة ديالى؟ هي تلال حمرين. هذا يجيك على شكل فراغ. نجي إلى ثانيا، هو السهل الرسوبي، ويشغل مساحة واسعة من سطح المحافظة. شنو يشغل؟ مساحة واسعة، يعني أكثر شيء بيها هو سهل رسوبي، ولا سيما في الأقسام الوسطى والجنوبية. يعني وين؟ شوفوا، شوفوا هنا على الخارطة شلون مبين سهل رسوبي، وسهل الرسوبي منبسط، ما بي تعرجات مثل المنطقة المتموجة أو الجبال. عفوا، شوف وين؟ في الأقسام الوسطى هنا والأقسام الجنوبية. ويتميز بالانبساط. شو شنو قلت لكم سهل الرسوب به من يتميز؟ بالانبساط التام في معظم أجزائه، إذ لا ترتفع معظم أراضيه عن 100 متر فوق مستوى سطح البحر. صار واضح حسينكم؟ هسه خلصنا التضاريس، ننتقل إلى المناخ. يسود في محافظة في المحافظة نوعان من المناخ. الأول هو مناخ السهوب. قلنا شنو اكو بالمحافظة؟ نوعان من المناخ. الأول هو مناخ السهوب. شنو هو مناخ السهوب؟ ويتمثل في الأقسام الشمالية. والثاني هو مناخ الشبه الصحراوي. طبعا بالأقسام الشمالية عندنا مناخ السهوب، وبالأقسام الجنوبية مناخ الشبه الصحراوي، والذي يتمثل في الأقسام الجنوبية والوسطى. مو بس الجنوبية، الوسطى هم بها شبه الصحراوي، بس الأقسام الشمالية بها مناخ السهوب. وتبعا لتلك الصفات فقد تميزت الأقسام الشمالية اللي بها مناخ السهوب بما تميزت بشتاء بارد ممطر وبصيف معتدل. شوفوا مناخ السهوب شنو بيه الأقسام الشمالية؟ بشتاء بارد ممطر وصيف معتدل، فيما كانت الأقسام الأخرى تعاني اللي بيها المناخ الشبه الصحراوي. شبيها تعاني من شنو؟ من ارتفاع درجات الحرارة، ولا سيما خلال فصل الصيف، ولتتجاوز معدلاتها 40 درجة مئوية. أما الأمطار فتتباين كميتها تزداد بشكل عام كلما تقدمنا من الجنوب إلى الشمال. يعني كل ما نتقدم إلى الشمال تزداد الأمطار، العفو، الأمطار، وتتراوح كميتها ما بين 150 إلى 600 ملي. صار واضح؟ هسه خلصنا المناخ، راح ننتقل إلى الموارد المائية. تضم محافظة ديالى العديد من المصادر المائية، منها هسه نعرف شنو الموارد المائية الموجودة في محافظة ديالى. اولا هو نهر ديالى. يجيش تعريف يقولك عرفي نهر ديالى، تقولين وهو النهر الموجود في محافظة ديالى، ويتكون من منبعين اثنين، احدهما في العراق والاخر في ايران، ويصب في نهر دجلة.
جنوب مدينة بغداد، ويعد الشريان الحيوي الذي يعتمد عليه سكان المحافظة في الأنشطة الاقتصادية ولا سيما الزراعية منها. أو يجيج فراغ، من هو النهر الذي له منبعين اثنين أحدهما في العراق والآخر في إيران؟ كتبون نهر دياله. طبعا هسه خلصنا من نهر دياله، شنو نعرف؟ نهر العظيم. يوجد النهر في منطقة العظيم ويجري في محافظتي إديالة وصلاح الدين. تقول لي شنو تعريف نهر العظيم؟ كتبي لي نفس الشيء. وهو النهر الذي يوجد في محافظة إديالة في منطقة العظيم ويجري في محافظتي إديالة وصلاح الدين. هسه خلصنا، نجي نعرف. أما مشاريع السيطرة والخزين فتتمثل بسد ديالة وسد حمرين على نهر ديالة. هذا المهمات لازم تحفظون، والحفظ يكون بورقة وقلم أحسن حتى ما تنسوا. سد ديالة وسد حمرين على نهر ديالة وسد العظيم على نهر العظيم، فضلا عن مشروع خزن حمرين الذي يعد من أكبر المشاريع الخزنية في المحافظة. مشروع خزان حمرين يعد من أكبر المشاريع. يجيت على شكل فراغ قلت لكم خزان حمرين. قل من هو أكبر المشاريع الخزنية في محافظة ديالة؟ شو تكتبون؟ خزان حمرين. واللي هنا خلصنا الموارد المائية. خلونا نبذة تاريخية عن محافظة ديالة. تعد محافظة ديالة من المناطق الحضارية المهمة في العراق، وسميت سابقا يجيد فراغ منه بلواء ديالة نسبة إلى نهر ديالة الرافد المهم الذي يروي معظم أراضيها. يجيكم تعليل لماذا أو سميت ديالة بلواء ديالة؟ شو تقولون؟ نسبة إلى نهر ديالة الرافد المهم الذي يروي معظم أراضيها. وكانت تسمى في العهدين العباسي والعثماني بطريق خرسان. شنو كانت تسمى بالعهدين العباسي والعثماني؟ بطريق خرسان. وقد تمكن علماء الآثار من تحديد الكثير من التلال الأثرية التي سكنها العراقيون القدماء منذ عصور ما قبل التاريخ، لا سيما عصر العبيد العبيد حوالي 6000 سنة قبل الميلاد، وعصر فجر السلالات في 1000 قبل الميلاد، والعصر البابلي القديم في 1000 قبل الميلاد. كما ورد اسم بعقوبة في اللغات الأرمانية القديمة، وقد كان يطلق عليها في العصور القديمة اسم بعقوبة وتعني بيت العقوبة. شنو معنى اسم بعقوبة؟ وتعني بيت العقوبة. وقد عثر على العديد من الآثار التاريخية. شنو الآثار التاريخية؟ من معابد وقصور في مختلف مدنها القديمة. مثل شنو؟ مثل تل أسمر، أشنونة القديمة التي ازدهرت في العصر البابلي القديم، وكذلك موقع خفاجي توتوب. وقد مدتنا التقنيات الأثرية لهذه المحافظة بآلاف الرقم الطينية المدونة بالخط المسماري، وأصبحت ديالة محافظة بعد صدور قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969. أهم شيء بهذه الفقرة أنتم تعرفون لازم تسميات ديالة، وكل شنو يعني كل اسم على شنو يدل. يجيكم يا أما تعريف أو فراغات، وشنو بعد لقوا بيها يعني من آثار تاريخية، مثل من؟ مثل تل أسمر، ومثل موقع خفاجي، ومتى أصبحت ديالة محافظة. تحفظون هذا التاريخ. واللي هنا خلص فيديونا، إن شاء الله تستفادون من الفيديو، ولا تنسونا باللايك والاشتراك، ومع ألف ألف سلام.